هذه النشرة برعاية الكيشوان ترانسفير جالاكسي اس اي موبلر دينتالي. مصلحة الهجرة، نراقب الوضع عن كثب. اليمين المتطرف للاجئين لا تأتوا إلى السويد. أهلا بكم. كورونا في السويد ينتشر في مناطق جديدة. اليوم أعلنت فارملاند تسجيل أول إصابتين لشخصين من نفس العائلة كانا في شمال إيطاليا. العدد ارتفع في أنحاء السويد حتى لحظة إعداد هذه النشرة إلى 34 حالة. اليوم لوحده سجل 5 حالات، 4 كانت في زيارة لإيطاليا وواحدة كانت في إيران. الوضع على الحدود التركية اليونانية دفع مصلحة الهجرة السويدية لإصدار بيان تعلن فيه أنها تراقب عن كثب الوضع هناك، مستبعدة وصول موجة هجرة كبيرة إلى السويد. المصلحة أشارت إلى أنها تعلمت كثيرا من درس العام 2015 حينما وصلها عدد كبير من اللاجئين فاق قدراتها التنظيمية. وهناك على الحدود اليونانية التركية، زعيم حزب SD اليميني المتطرف يامي إكسون يوزع منشورات على اللاجئين يقول فيها: السويد غير قادرة على استقبالكم، وإذا كنتم تفكرون بالقدوم إلى هنا فهذه فكرة سيئة. إكسون طلب بإغلاق الحدود بوجه اللاجئين. عدد من اللاجئين في السويد أطلقوا منذ يوم أمس الثلاثاء حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد تصريحات زعيم حزب المحافظين أولف كريسترسون، الذي طالب فيها بإرسال قوات سويدية لإغلاق حدود أوروبا بوجه اللاجئين. كريسترسون كان نشر على الفيسبوك منشورا كما ذكرنا دعا فيه السويد والاتحاد الأوروبي للتحرك لحماية الحدود. الحكومة والأحزاب المتعاونة معها تجري الآن تحقيقا حول إمكانية تمديد وقت الدراسة الإلزامية وتقليص الإجازة الصيفية لمن؟ للأطفال والمراهقين لكن القادمين حديثا إلى السويد. الهدف من ذلك حسب زعيمة حزب الليبراليين هو أن الوافدين حديثا إلى البلاد بحاجة للمزيد من الوقت في المدرسة الإلزامية ليصبحوا مؤهلين للحصول على التعليم الثانوي العالي حسب قولها. حادثة سرقة جديدة من نوعها، هذه المرة لص يقتحم أحد المنازل في مدينة يون شوبينغ السويدية، ليس لسرقة النقود أو أيضا لسرقة المجوهرات أو حتى الطعام، بل لسرقة الكحول. فحسب الشرطة عملية السرقة جرت أثناء عدم وجود أي من سكان المنزل فيه. إلى فقرة السوشيال ميديا، خبر سفر جيمي إكسون زعيم حزب ديمقراطي السويد اليمني المتطرف للحدود اليونانية التركية وتوزيعه منشورات يطالب فيها اللاجئين بعدم القدوم إلى السويد استفز الكثير من متابعي الكومبس، حيث عبروا عن استيائهم من هذا التصرف. نتابع بعض من التعليقات. إيزابيلا تعلق: هي حقوق الإنسان، ما بيكفي اللي عملته فيهم تركيا. أنطوني أيضا يقول: نكذب على بعض، السويد عن جد غير قادرة، بس لازم يفتحوا لهم الطريق، ممكن يروحوا على النرويج أو فنلندا. أمينوف عبد الرؤوف يقول: لا يمثل إلا نفسه، طبعا عن تصريحات يامي إكسون. أما مصطفى العلي فقال: خلي ينزل على سوريا ويشوف شو عم يصير هناك. وأمام منع اليونان اللاجئين بالعبور إلى أراضيها، انتشرت على الفيسبوك ومواقع أخرى للتواصل الاجتماعي صورة لامرأة سورية توزع الثياب على لاجئين يونانيين لجأوا إلى سوريا هربا من العدوان النازي الألماني خلال الحرب العالمية الثانية. بعض اللاجئين حملوا هذه الصورة ووزعوها على حرس الحدود اليونانية. فيروس كورونا يستحوذ على اهتمام الناس حول العالم. هاشتاج فيروس كورونا باللغة الإنجليزية كما ذكرنا يضم أكثر من 5 ملايين منشور على الإنستغرام لوحده، ومن بينها صورة لمسافرة إسبانية تجلس لوحدها بالطائرة بعد أن ألغى العديد من المسافرين رحلاتهم خوفا من انتقال العدوى لهم. إلى اللقاء. هذه النشرة برعاية الكيشوان
ترانسفير جالاكسي. اس اي موبلر دينتالي.